نجم طبعا تامر حسني بيستعد لإحياء حفل جماهيري ضخم جدا، ده ضمن فعاليات طبعا الدورة الثانية لمهرجان العالمين الترفيهي. ينطلق حفل تامر حسني بمهرجان العالمين يوم الجمعة 26 يوليو وسط حضور جماهيري كبير جدا من محبيه وعشاقه على خشبة مسرح يو أرينا في تمام الساعة 10 مساء، وهيستمر الحفل لغاية الساعة 12، ده لمدة ساعتين متواصلين أغاني تامر حسني اللي مفيش أحلى منها. مزيد عن الموضوع ده بالتفصيل بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف الشاعر الغنائي احمد حسن راؤول. يا مساء الفل عليك يا احمد. يا مساء الجمال. يعني كتبت انت يعني اغاني حلوه قوي لتامر حسني. كاتب له لاغنيه اختراع اللي يعني كان عاملها دي هو ومحمود الاتيلي، وكاتب له اغنيه فيلم بحبك واغنيه حياتنا. يعني الاغاني دي بتطلب منه اكيد في الحفلات. لا هي اختراع دي على طول، يعني اختراع دي من الاغاني اللي بتولع اي حفله لتامر من اول ما نزلت لحد دلوقتي، ما شاء الله يعني ترند على طول وشغاله على حفلات تامر على طول. يعني هي في الحقيقه اغنيه مبهجه جدا، يعني كلنا بنشغلها في اي مود حلو كده في افراح بنلاقيها فعلا. احكي لك عن الحفله اللي جايه لتامر حسني، متوقع تبقى عامله ازاي؟ يمكن كان معانا احمد عصام من فتره وحكى لنا كده عن شويه تفاصيل ممكن تبقى موجوده في الحفله، انه دايما بيحب المفاجآت. معرفتك بتامر ايه اللي ممكن يقدمه لنا مختلف في الحفله اللي جايه؟ الاجواء هتبقى عامله ازاي؟ بص هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، تامر غير متوقع. يعني قال لنا كده برضه. مره طلع من الميه، مره طلع من تحت الارض، ومره نزل من الحفله اللي فاتت نزل من السماء، فهو غير متوقع ايه اللي هيحصل. يعني معرفتك بيه انت صاحبه، يعني ممكن تبقى عارف اي تفصيله. اللي انا اعرفه ان تامر بيحضر مفاجاه كبيره جدا في الحفله دي، لان الحفله دي مهمه جدا جدا بالنسبه له. وهو طول عمره عايز يوري العالم ان مصر فيها شغل مسرح زي اللي موجود بره. هو طول عمره بيتفرج على مايكل جاكسون والحاجات بتاعت بره والكلام ده كله، شكل المسرح اللي بره ده هو نفسه ينقله جوه مصر ويعرف الناس ان بصوا المسرح عامل ازاي والشاشات عامله ازاي ومطرب بيطير ومطرب بيجي من تحت الارض. فهو المره دي اللي انا اعرفه ان هو عامل مفاجاه كبيره جدا للناس الحفله. يعني انت قلت جمله حلوه قوي، ان هو دايما بيقدم حاجة مختلفة هو غير متوقع، وإن الحفلة دي مهمة قوي بالنسبة له. إيه سر إن تامر حسني بعد السنين دي كلها لسه عنده الشغف ده، إن كل حفلة عايز يطلعها أحلى من الأول وعايز يقدم حاجة عالمية على مسرح مصر؟ تامر طموح جدا 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 وبيحب البلد جدا، وأنا بقعد معاه كتير وهو كل يوم وأنا تامر ما بينامش. سمعت المعلومة دي من كل الناس. أي حد يشتغل مع تامر حسني ما بينامش، ممكن يكلمني 5 الفجر 6 الصبح 7 الصبح، يلا غير الاغنيه دي، يلا نشتغل على الاغنيه دي. هو اعتقد انا بقول لحد دلوقتي من دلوقتي لحد الحفله هو مش هينام. هو كل همه ازاي اقدم حاجه جديده قدام العالم او اوري الناس ان في فنان مصري عامل حاجه عالميه. هو ده هدفه في كل في الحياه اللي بيعملها كلها، في الحفلات بتاعته ازاي اعمل حاجه الناس تشوف الفنان المصري بشكل عالمي. فاعتقد ان هو من دلوقتي مش هينام لحد يوم الجمعه، وفي مفاجاه كبيره جدا هيعملها في الحفله. طيب انت رايك كده يعني بمعرفتك دي، حفله كبيره زي دي وجمهور كبير من كل انحاء الوطن العربي، مهرجان العالمين طبعا يعني الستريت اللي واخده والدعايه والكل ده يخليه هو اصلا يتحمس غصب عنه. يعني حتى لو هو مش هيتحمس، لا ان مهرجان بالشكل ده في مصر وبالدعايه دي وبالقوه دي، بقى لنا سنين ما سمعناش عن مهرجان بالقوه دي. فهو اكيد 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 عايز يبقى على قد الحدث وعايز يبين للناس مصر هي يا جماعه وادي العالمين والمهرجان عامل ازاي. فاعتقد لا هيعمل حاجه مهمه جدا ان شاء الله ان شاء الله. طب يعني بمعرفتك بيه كده يعني اكيد هيغني اختراع، غير اختراع ممكن يغني ايه كمان؟ هيغني اختراع، هيغني جامدين جامدين طبعا اللي هو اللي لسه منزلها، وهيغني جامدين جامدين وده كده كده هي دي. هيغنيها، هيغني هو عمل من يومين على الانستجرام عنده تصويت للناس عايزين يسمعوا اغاني ايه، كل يوم احبه تاني الناس اختارتها، اختار وحبيبي ارجع تاني وارجع لي. لا هيعمل، بصي تامر حسني هيقعد ساعتين مثلا هيجنن الناس، هيعمل الكوكتيل سلو اللي بيعمله على طول، هيعمل الشو الرقص اللي بيعمله، هيعمل الدخله اللي بيعملها والاغاني المقسوم، وليه حركه لذيذه قوي كده يخلي الناس كلها ايه ترفع موبايلاتها فوق، واللي مش عارفه الحبيبه يرفعوا موبايلاتهم، والسنجل مش عارفه يعملوا ايه، دايما بيحب يبقى في تفاعل كده. هو عايز هو بيعمل شو، هو مش مطرب طالع يغني، في نوع من المطربين بيطلع يغني، لا هو دايما حاطط في دماغه انا عايز الناس تيجي الكلام تتفرج على فقرات. يعني يعني حاجه زي مسرح كبير، مسرحيه كامله، كل اغنيه ليها شكل وليها رقصه وليها طريقه وليها تفاعل معين مع الجمهور، اغنيه بيغنيها من نص الجمهور، اغنيه بيغنيها من ورا، اغنيه بيغنيها
جنبه ناس بترقص واغنيه بيغنيها وهو نازل من فوق. هو عامل سيناريو كده بيفكر في كل تفصيله في الحفله، بيتدخل في كل حاجه. يعني هو السنه اللي فاتت طار كده في السماء، تفتكر السنه دي ممكن يعمل ايه؟ بفكر معاك يعني بصوت عالي. هو ناقص يطلع من الميه، الحاجه الوحيده اللي اعتقد واعتقد ممكن يعمل، والله ممكن يعملها. بص انا يعني انا بقول لك اهو، ده استنى يوم الجمعه الجايه ممكن يطلع من وسط الميه. خلاص هيبقى في بينا بقى تواصل تاني لو ده حصل، اكيد هنشكرك عليه اكيد على التوقع ده. لا هتبقى انت موجود كمان. احتمال كبير، احتمال كبير ان شاء الله. ان شاء الله نشكرك طبعا يعني احمد حسن رؤول الشاعر الكبير، واجواء ايجابيه جدا حول حفل تامر حسني الجمعه الجايه، اكيد هننقل كل فعالياتها اول باول هنا. حاولنا نتوقع شويه كده ايه اللي هيحصل فيها، لكن في الحقيقه ما نجحناش قوي في الموضوع ده. هنستنى لغايه الجمعه الجايه ونشوف تامر حسني هيقدم ايه مختلف في الحفله لجمهوره.